السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يعاونك قريبا. مرحبا لالا مريم. اهلا اهلا عمك عمي الطيب قريبا. الله يبارك فيك بنتي. حال عزيز عليا بزاف يا عمي قريبا بزاف بزاف. الله يعزك بنتي ويرفع مقامك ويعطيك الخير والبركه والتيسير. امين ربي يخليك. انا هي اللي هضرت مع ديال النوبه من غاسي. مشرفينا بنتي. اهلا وسهلا بك. ربي يخليك بارك الله فيك عمي كريم. ربي يخليك بارك الله فيك. اكرمك الله اكرمك الله. الله يطولنا في عمرك بارك الله فيك. يا مرحبا لالا مريم. بغيت عمي كريم تدعي معي بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله بنتي. مرحبا. يا ربي يا كريم. انا فيا مرض نفساني وفيا الوسواس بزاف وانت براسي ما نعرف كيفاش بزاف. مرض نفساني؟ اش كيوقع لك بنتي في الحياه؟ اشنو اللي كيضرك اللي كيقلقك؟ اش وقع لك؟ انا خايفه بزاف نخاف بزاف. من اش كتخاف يا بنتي؟ ما نعرف نخاف مي بدا البرنامج ديال راه نتوتر بزاف ونبدا نبكي بزاف وما نعرف كيفاش نقول لك. كتخافي من الظلام، كتخافي من الاشباح، كتخافي من الفقر، كتخافي من المستقبل، كتخافي من شي واحد كيما سالك السلطه. من اش كتخافي يا بنتي؟ والله ما نخاف أخاف من كل شيء. أجي بحال شي حاجة أخوفني وهلكني ما نعرف كيفاش. شحال عمرك بنتي مريم؟ أنا في عمري 32 عام. متزوجة لا؟ مزوجة وعندي أطفال. الله يخليهم ليك يا ربي ويحفظك مع زوجك يا رب. ولكن المفروض أنك متزوجة وعندك وليدات، عندك استقرار عائلي أسري، علاش خايفة؟ ما نعرف، خايفة بزاف. الله يحفظك يا بنتي. الله يحفظك وينجيك يا رب. طلبوا الله تعالى يشافيك ويعافيك يا بنتي مريم. الله يشافيك من كل داء وسقم. لالا مريم هي نموذج من عدد كبير من اخواتنا الفاضلات اللي كيخلقوا واحد المشكله في الغالب كتكون غير اوهام، مجرد اوهام. كتلقى سيدات فاضلات مزوجه، عندها زوجه، عندها وليداتها، كاينه اكراهات ديال الحياه، اكراهات ديال الحياه، اما اكراهات ماديه، اما اكراهات في العلاقات الاسريه، عائد الراجل مع عائدها، اما شي حاجه بسيطه، هذيك امور كتسمى اكراهات الحياه. هكذا خلق الله الوجود. ربي خلق الدنيا وجعل فيها مجموعه من العراقيل، وهذا شيء مقصود لذاته، لان ربنا له حكمه بالغه. المفروض اننا نتقوى ونحاول ما امكن نجابه هذه المشاكل بعقلانيه وبأريحية اللي قدرنا عليها تبارك الله، ما قدرناش عليها نفوض أمرنا إلى صاحب الأمر. لكن هذا الخوف ما هو إلا وساوس، ما هو إلا أوهام. كاين بعض النساء بحال لالا مريم اللي كنسول علاش كتخافي، كتلقى هي براسها ما عارفاش مناش خايفة. المهم عندها الشعور ديال الخوف هاجم عليها، وملي كنقلبوا أكثر كنلقاو بأن إما خايفة، خايفة من الطلاق لا، خايفة من الفقر لا، خايفة من المستقبل لا، مناش خايفة، ما عرفتش، خايفة من الوهم، مجرد وهم. بنتي مريم، ربنا سبحانه وتعالى حينما مدح المؤمنين أعطاهم واحد الصفة، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من صفات المؤمن الذي شرب عقيدة الإيمان في قلبه وصدره أنه لا يخاف ولا يحزن، لأن الخوف كيكون من المستقبل والحزن كيكون على الماضي. الانسان كيتلقى كيجلس كيبقى يفكر في الماضي ديالو، انا ما عندي زهر، انا ضيعت فرص كثيره، انا كنت غير محظوظ، وكيبقى دائما يبكي على حظه التعيس. هذا كيسبب له حزن، حزن على الماضي والخوف من المستقبل، وكأن شيء يهدده. كل هذه اوهام وساوس، العلاج ديالها باش كيكون أن الإنسان يقرأ دائما في الصباح والمساء الإخلاص والمعوذتين. ملي كتقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذه الآية ملي كتقراها بواحد القوة كتعطيك واحد الإحساس بأنك قوي، كتحس بأنك صامد، كتحس بأنك لن يزلزلك أحد. قوة، قوة نفسية، ما يتكلم عنه علماء النفس بجهاز المناعة النفسي. خصك بزاف ديال الترتيبات غير هذه الصورة، اقراها بإخلاص ويقين وغتشوف واش حاجة غتزعزعك. ما غيزعزعك والو إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هاد الصورة بنتي بغيتك تقريها كل صباح. بعد منها كنقرا سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد حسد. هذه كتكون تدافع عن الأعداء الخارجيين، لأن كاين اللسان اللي هو مريض وعنده ظروف صعبة، ربما عنده أعداء خارجيين، عنده حساد، عنده الناس يكيدون له بالشعوذة، الناس اللي حاضينه في نوصل في نمشى، هادو كيأديو. هادو باش دير بينك وبينهم حجاب مستور، تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. هاد الحساد هادو وهاد النفاثات في العقد كيديروا السحر يكيدون لك، وهادشي كتير عندنا في المجتمع. كتلقى إنسان مسكين ما عليه ما به، حتى كيهجموا عليه بعض المقربين إليه، إما من دمه ولحمه ولا جيرانه ولا زملائه في العمل ولا أقرانه في التجارة. المهم باغين يأديوه، ما يربح، عمره ما يسعد، عمره ما يستقر. كتقرأ هذه الصورة ديال الفلق، سبحان الله العظيم، يجعل الله بينك وبينهم حجابا مستورا. ثم تقرا بعد منها سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا عدوك من نفسك، هذو الأعداء ماشي خارجيين، هذو الأعداء الداخليين. أنت عندك أعداء داخليين، عندك النفس وعندك الهوى وعندك الوساوس الشيطانية وعندك القارين ديالك، هذو كلهم داخلك يبقوا دائما في صراع معك وربما قد يغلبونك. حينما تقرأ سورة الناس انت كتقدر تغلب عليهم وكيكون بينك وبينهم حجاب مستور. هاد الصور الثلاثة راه كتسمى الحصن الحصين، الإخلاص والفلق والناس، ثلاث صور مباركة أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب نزولها فعلا أن النبي الكريم كان يؤدى، تعرض للسحر، تعرض للأذى، تعرض للنقد، تعرض للقيل والقال. هادشي كله أثر في سيدنا النبي لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. ملي تأثر سيدنا النبي خاصو يتقوى، ربي سبحانه وتعالى بعث له جبرائيل وأعطاه هذه الصور الثلاثة في الوحي، قال هي لك ولأمتك من بعدك. أي واحد فينا راه يقدر يتعرض للأذى، ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير. فنان، تاجر، سياسي، مسؤول كبير، أي واحد دار شي نجاح كبير لابد أن يتعرض للأذى. الحساد اللي لا يحبون النجاح، اللي ما كيبغوش دائما يكون مستقر، يؤذونه إما بعيونهم والعين حق، وإما يؤذونه بتدبيرهم السيء. في جميع الأحوال أحسن طريقة للتحصين هي كل واحد منا أيها الأحبة الكرام خاصو يقرأ هذه الصور ثلاث مرات في الصباح والمساء. يقول العلماء نقرأها عند شروق الشمس وعند غروبها، كلما أشرقت الشمس نقرأها وكلما غربت الشمس أقرأها ثلاث مرات، وكتكون في حصن حصين. بنتي مريم الله يشافيك ويعافيك، الله يمتعك بالصحة وبالعافية وتمام العافية، الله يقوي الإيمان ديالك ويجعلك إن شاء الله تعالى منشرحة الصدر وتكوني مباركة أينما حللت وارتحلت. اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.